السلام عليكم، هلا والله شباب، كيف حالكم؟ معكم ريا اوس، مزيد رجعنا لكم بحلقه السابعه من سلسله الجار المزعج. طبعا اليوم ان شاء الله راح ندخل على شيء جديد راح يتطلب منا 35 كوين من اصل 48، فباذن الله راح نخلصها على اساس نقدر نفتح الاخر شيء اللي هي اسمها لا تفزع. اليوم نخلص اربعه، انا ما وعدكم اليوم نخلص كل الكوينزات لكن نحاول قدر المستطاع. بسم الله خلونا ندخل فوق السحاب، فوق السحاب يلا بسم الله. خلونا نشوف، اتوقع ان في شخصيات جديده. لو تشوفون هنا في واحد هندي قاعد يلعب هذه، ما ادري ايش اسمه، وهذا ما ادري وين، ما ادري ايش قاعد يسوون الزبده. بسم الله خلونا نبدا. اي والله مكان جديد، اي والله مكان جديد. طيب نيبرز فروم هيل، فوق السحاب. طيب عندنا هو ايش يسوي؟ خلينا نشوف. اول شيء بداه هو نفس الصوره. الو شلون؟ اوه اوكي، في وقت في وقت في وقت. طيب خلينا نشوف، اتوقع يمدينا ناخذ مجرفه. يب هذا وش وضعه؟ نقدر ناخذ منه بلونه؟ يمدينا ناخذ، يب يمدينا ناخذ بلونه. هنا يمدينا ندخل؟ لا ما يمدينا ندخل. هذا وش؟ اوه هنا نتخبى. اوكي اوكي اوكي، يمدينا نتخبى الحين قبل ما يجي. حلو، وين بيروح؟ بيروح تحت. وش في تحت اصلا؟ هذه ال شو اسمها العجوز هنا. يمدينا ناخذ هذا على فكره. هنا يمدينا ناخذ اشياء. اوكي اوكي اوكي، الموضوع عيال، اشياء جديده لازم نسويها. هنا وش اسوي؟ ينتظر الطفل الجالس على الارجوحه بسعاده ان ياتي احد ويلعب معه. طيب حط بالونه عنده، حط المجرفه عنده، حطينا المجرفه عنده. شلون؟ اذا هو لعب معه يمكن يصك فيه اتوقع. خلينا نشوف، يمدينا ناخذ اللي معاه. يمارس ساحر الحبل التامل لساعات طويله ليتمكن من رفع الحبل والمنصه خلال عزف البلوت او بلوت. مهنة صعبة لكن مريحة للغاية. خلنا ندخل، يمدينا؟ اوكي. طيب ذولي وينهم؟ هذا وين رايح؟ ولو وش ذا يا عيال، في اماكن جديدة مرة. طيب وين بروح بعدها تتوقعون؟ خلنا ننزل تحت، ايش رايكم؟ خلنا ننزل تحت دام هذه مطولة هنا. اوه في سنيك هنا ثعبان، يمدينا اخذه؟ لا ما يمدينا اخذه. طيب اصبر، هنا خشينا. اسمع اسمع يا الغالية يا الغالية، تونا قاعدين نستكشف الماب ونعرف ايش السالفة وما السالفة. والله العظيم ما مداني حتى. طيب في سلك هنا وفي مويه، يمدينا اضبط اثنين في واحد. خلينا نشوف هذا وشو. علامه، اوكي اذا طلعت علامه هذه معناته ان في شيء بدك تاخذه بس لازم تخليه في النص. وعلى فكره شباب هذا متاكد 200% انه يمدينا ناخذ اكثر من مره لان تكررت واجد. هذا وشو؟ فأر، فأر ابيض، فأر ابيض. طيب خلونا ننزل. وين الشباب؟ اوكي هذا قاعد يلعب، موجه الى هذه ماكينه تنظيف الاحذيه. اوكي في تذكرون فيل نزلنا عليه المويه قبل، اتوقع لها دخل. فار نحطه مع هذا الفار، نحطه مع الثعبان لان الثعبان ياكل الفار. الفيل يخاف من الفار، تذكرون هذه سالفه دائما نقولها، الفيل يخاف من الفار. طيب خلينا نشوف، خلينا نشوف ذي العجوز وين بتروح. هذا بيرقى فوق قاعد ينظف الاحذيه حقته. اوكي قاعدين ندرس. اوكي هذه دخلت بتطول مره، فخلنا نجي هنا ناخذ اي شيء نقدر ناخذه. خلينا ناخذ هذا الجرافه، اتوقع مدينا نحط. انحطت على طول. خلينا نشوف هذه، هذه كانها زبايل كبيره. لوحه مستديره بها مسامير، لوحه مسامير. طيب خلينا نشوف هنا لان في علامه الاخذ. والله ضبطت، اخذنا شيء. وش اخذنا؟ طباشير وسفنج. اوكي طيب هنا مدينا ناخذ. هذا الكلب اللي كانت معها قبل. اطلقناه. هذا مقلب، اتوقع ان هذا مقلب. اوكي هذه النهايه. طيب لا 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 ما لا ما يا اخي انساها ذي العجيز، عجيز قريح الله ياخذها. والله العظيم انها كريهه اقسم بالله، وش اسوي لها يا اخي؟ يا الله والله تقهر اقسم بالله. طيب خلنا ننزل. قاعد يلعب هذا، اتوقع هذه نحطها هنا صح؟ اتوقع نحط الفار عند ذا. تتوقعون؟ اي والله خوفناه. طيب في طباشير هنا. اوكي لقى مقلب. حلو، ليه رجع بسرعه؟ عشان ايش؟ عشان الكلب حقه يمكن. زعلان ان الكلب ضايع. اوكي اوكي زعلان ان الكلب ضايع. هذه ما شفناها هذه. افتح سلك الكهربائي او افتح سلك كهربائي. اتوقع نحطه عند الثعبان، والله ما ادري الزبده. طباشير بدينا نسوي شيء هنا بالطباشير. مسحناها وقربناها، ليه ما ادري. الزبده حطينا هنا مقلب. دقيقة بجيب فار ثاني، بحطه عند الثعبان. ما ادري اذا خلينا الثعبان ياكل الفار بيصير شيء للكلب هذاك اللي معهم او الكلبة الصغيرة ذي الكيوت، ما ادري بنشوف. طيب ايوه هذا مقلب. اوه يا عمي، اوه يا عمي، اوه يا عمي، هذا مقلب الثاني.
طيب انزل تاكلني اكل. اوه مقلب جديد. ايوه ايه عطى خير. كفو كفو. ايه ايه احسن 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 احسن. ايه طيب ننزل تحت بسرعه. خذ خذ السلك الكهربائي بسرعه بسرعه بسرعه. يا رب يمدينا يمدينا ناخذه. يب خلينا نحط هذا هنا هذا هنا. لا 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 ارقرك فوق ارقرك فوق ارقرك فوق. هذه بتبهذلنا اقسم بالله ذي الله ياخذها. طيب انا وين بروح؟ هو بيجي عندنا فعشان كذا شكلي بزبن شكلي بزبن. قاعد ياخذ فلوس الحيوان. قاعد ياخذ فلوس الكلب. شوفه بتصفق انا فوق على اليمين. يا الله هو تمقلب هذه ولا ما تمقلب؟ الظاهر انه تمقلب بس انا ما ادري. اتوقع يعني. يلا انزل انزل انزل. بروح هنا. او بروح هنا بروح هنا. دام هذا بحط الفار عند الثعبان. وخلنا نشوف ايش بيسوي. يمكن يطلع ياكله. ناخذه. اي والله اخذناه. طيب ايش نسوي طيب؟ دقيقة نفتح هذه. يمدينا ما يمدينا ما يمدينا ما يمدينا ما يمدينا. اهرب اهرب. الله ياخذها. وين بيروح هذا؟ اوكي بينزل تحت. طيب الكهرب حطه هنا واضحه عشان اذا جاي يسرق يتكهرب. ثعبان حطه هنا عشان اذا جاي ياخذ. صح والله. طب اجل هذه وين البالون؟ البالون الشمس حارقه تجعل نفخ البالون صعب للغايه. هو اصلا ينفخ البالون. اها دقيقه 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 دقيقه. نحط هذه هنا على اساس اذا نفخ يصير شيء. يب 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 يب. اوكي بس 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 كم مقلب الحين؟ واحد اثنين ثلاثة. اوكي بيبقى واحد بس ما ادري وشو. الكلب يمكن؟ الله ما ادري. عموما انا ابغى افوز ما ابغى اجمع كوينز. انا ابغى افوز واجمع الكوينز المطلوب مني عشان اخلص كل مرحلة. شوف الحين بيتمقلب وبرضه بياخذ الثعبان بدل الفلوس. حلو حلو حلو. حلوين حلوين. خذ الثعبان يلا خذ الثعبان. حلو حلو حلو. ايوه بيبلع. شوف بياخذ ثعبان. ايه مقلبين ورا بعض كفو. طيب الحين بيروح وين؟ بيروح بيروح هنا. واذا نفخ بنشوف ايش بيصير بعدها. خلاص بروح اطلع صراحه. بروح يعني اختم يعني اللعبه او اختم المرحله لاني ما ادري وش المقلب الاخير صراحه. اكتبوا لي في الكومنتات ايش تتوقعون. على فكره الحلقه الماضيه قلت لكم الدواسه هذه وش وضعها. ايوه ايوه. اح اح. اوه مقلبين مقلبين كفو. والله ما دريت والله ما دريت. ختمناها 100% يعني. والله ما دريت انها مقلبين. كنت اسحب على المقلب الاخير. حلو. المره الماضيه تذكرون يا شباب ترى في دواسه علمتوني قلتوا عند الجده هناك عند المسبح. فيا عموما خلصنا 7 مسبح من اول مرحله. حرق الطموح او حرق مع الطموح. خلينا نشوف. بسم الله. طيب عندنا هذا ايش اسمه؟ هذا وش ذا؟ جاموس ولا بقره ولا والله ما ادري. خلينا نقرا ايش مكتوب. كان يفترض ان يتم بناء طريق سريع هنا لكن هذه البقره المميزه قررت ان هنا المكان المثالي للوقوف فيه لذا لم يتم اكتمال الطريق. طيب شو السالفه؟ هذه الحين موجوده الكريهه. اوكي نفس الطريق نوعا ما نوعا ما. اوه دقيقه دقيقه خلينا ناخذ هذا وقود. يا بناخذ كبريت او اوه عندنا سكينه اوريدي. وقود وعواد كبريت. اوكي طيب خلينا نرقى فوق. اتوقع شوف بيعرفني ذا. اوكي تستمر قدراتنا. شوفوا هو وين بيروح. انا لازم انا ملخم. اوه هذا اللي يمشون عليها عشان علاج. هذا يسمونه المشي على الفحم اتوقع. الجمر مشي على الجمر. اوكي بيشتري بعوض. طيب هذا نحطه عنده. سكينه وش نسوي له ذا؟ وش هنا في شيء حطه؟ نقطع الزرع. اوكي او النبتات. زهره عطر. طيب هنا خلينا نشوف. هنا في ريحه خايسه. هنا حيث تترك حذائك قبل الدخول الى التاج. تاج محل. هذا اللي في الهند صح؟ طيب شنو نحط هنا؟ نحط هذا لاني كافيا. هذا والله انا قاعد اخربط عيال. اوكي البنزين ضبط. بعدين نحط شبه توقعون؟ لا خلاص خلاص كفايه. ما ادري ليه كفايه بس دقيقه. احس غلط احس غلط. وين راح هو؟ قاعد يركب لهذا. اوكي ايس كريم تحت. ما عليه ما عليه شباب قاعد احاول اني استوعب الحين. زهره. اوكي طاح. زهره عطره بجذع مليء بالعصاره. مليء بالعصاره.
شوف اذا راحت هذه بحاول ينزل تحت ماني ما اتوقع. يلا روح روح بسرعه بسرعه قبل ما يجي هذا. رمى عليه شيء بس ما ادري وش رمى عليه. طيب اول ما تروح وهذا يدخل بنزل تحت صراحه، احس تحت ما استكشفنا الى الان. او ترك الجزمه، او اخذ جزمته يمكن احط فيها شيء. كبريت هذا خلاص نزل تحت نزل تحت. المفروض اني اسوي فيها شيء بس ما ادري ايش اسوي. خلنا ناخذ هذه، خلنا ناخذ هذه. اوكي طيب مشينا 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 مشينا، اخذنا اشياء واجد. اوه لبس الحرير الصخري اوكي. طيب ما ادري هذا نحطه هنا، ما ادري ايش نحط. اوكي حطيت عنده شيء، ما ادري ايش اللي قاعد يصير بس اني قاعد اخربط يعني، فهمت شباب؟ هذا ما اقدر احط عنده شيء. كمان مين صدقوني هنا نحط شيء، صدقوني هنا نحط شيء. لا غلط. اوكي قاعد ياكل ايس كريم يخرب عليه يا اخي، ايش الاب الخايس. اوكي بروح عند الجاموس مدري البقره هنا، احس باقي ما سويت شيء. شوف خلينا نشوف المقلب اللي بيصير هنا. اي هذا صح. اي نشعلها عشان تكون نار. اوكي 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 لازم نركز بسرعه قبل ما يجي هو. للحين عند الجاموس ما ادري صار له المقلب ولا ما صار له. طلعت عصاره الحين المفروض. طلع هذا، طلع. تعرفون انتم ايش طلع؟ اوكي شكلي بروح شكلي بروح، بس خلي هذه تدخل. لا ما دخلت. شوف لازم نسوي شيء. طيب خش هنا. اول ما احط الجزمه انا بنزل باخذ هذا، بس بعد شوي دقيقه بيحط الحين بيحط نعاله. ايوه يلا روح. ما ادري ايش بسوي بالضبط بس طب اسمع اسمع اسمع، انا ما ادري صراحه وش اسوي قبل شوي. اوكي هنا مقلب اخيرا. اي يحترق. ايوه هذا مقلبين، هذه مقلبين. حلو ضمننا مقلبين ورا بعض لانها جنب بعض. حلو مقلبين جنب بعض، بس ما زال باخذ هذا وبشوف ايش بيصير. ما ادري ايش اقدر اسوي فيه ذا. اوكي يقول لك غائط الفقره مقرف يا له من رائحه كريهه. طيب وين ممكن؟ اوه ما زال موجود يعني بدينا ناخذ منه واجد. هنا يمكن؟ وين حطه طيب يا اخي؟ انت يا اخي ما تقدر تسوي لنا شيء بالله. نحطه بدال الايس كريم، نحطه بدال الايس كريم. اوف 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 نحطه بدال الايس كريم شباب. والله قويه، والله قويه. لا 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 بدال الايس كريم. يا لازم نسوي شيء بالنعال حقته. مستحيل حطها كذا عبث، مستحيل نقطعها يعني. وش نسوي طيب؟ وش نسوي وش نسوي؟ يا الله ما ادري وش الصح. طيب بدت صعوبه، والله بدت صعوبه. خلاص اتصفقني صفقتني واجد ترى. هذا نحطه عند هذا يمكن. طيب شو المقلب؟ لا 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 يا الله يقطع ام القرف، يقطع ام القرف والله قرف. هو يكب نار صح؟ ايه اذا رمى النار. طيب من اول حطينا زيت. لا هاي ما دخل. نحط هنا نولع هذه تقون، نولع تحت الجزمه هذه. ما قرينا ايش مكتوب فيها. يقول ترتفع حراره كريهه من المصاريف، يبدو ان هناك محطه لمعالجه مياه اسفل. طيب ايش نحط؟ ابغى اشيل السجاده. نحط فيها الكبريت. اوكي حلو هذه ضبطت والكبريت. طيب اصبر وش صار دقيقه بسرعه. شال هرب. طيب فتحنا طب كيف يخش؟ توقعون بيقدر يخش؟ ما ادري اذا بيقدر يخش ولا لا. اوكي انا بحاول قدر المستطاع. خش هنا تكفى. وين راح اختفى؟ يقطعون بالكذب. ايش اللي صار؟ طيب ما ادري ايش اسوي. اوكي توقعون بيطيح فيها؟ توقعون بيطيح فيها؟ يا رب يطيح فيها يا رب. ابغى مقلب. خش. ما خش. وش الفائده طيب؟ يبدو زاهد النار، يبدو زاهدون النار. تدريبهم من الصغر سنة. تعتبر ألبسة الحرير الصخري شيء أهم للغاية، حمايتهم. هذه مدي. صح نسينا ان هذه الموازنة اللي توازن في النص، فإذا في شيء وازن ديك تستخدمه من جديد. توقعون دقيقة أحرق الوردة عندهم أو الزهر. هذه صح؟
وش صار جمر ساخن؟ اوه دقيقة خلنا نزبن وش صار اصبر. اوتش هذا ساخن، كيف يمكن ان تدع شيئا كهذا يلمس باطن قدميك؟ باطن قدميك؟ بس 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 اذا حط الجزمة. يعني حطها تحت نعالة. اوكي اوكي اوكي. طب هذا الحين مو كان توقعت انه بيخليه يلبسه يعني. اوكي اوكي اوكي. والله يا جماعة عندي غراض واجد صراحة، هذه مرحلة غريبة، المرحلة هذه غريبة. اذا دخل الحين بحط هذه تحت النعال حقته وبتحرقه خلاص كذا بقدر افوز. وين النهاية؟ بالله هنا. اوكي والله الا اذا صار مقلبين هذا وهذا مع بعض. يا رب يا رب يا رب، احتاج جمع كوينز الحين زيادة. يلا نزلنا نزلنا تحت. عاد الاخيرة ما ادري، عاد الاخيرة ما ادري. يلا بسرعة بسرعة. ايوه 2-1، حطيت الجمر تحت. حلو 2-1، باقي لنا كوينز واحد ما ادري وينها صراحة. فا اوكي انا ملاحظ على نهاية اخر شيء اصك كذا 2-3-4. الحمد لله خلاص اطلع اطلع يعطيك العافية. باقي عاد الباقي والله ما ادري وين، والله ما ادري. خلاص يكفي 6 كوينزات من اصل 7. طيب اللي بعده ليتس جو. وين وصلنا وين وصلنا؟ هنا التنوير ليتس جو. بسم الله خلونا نشوف. توقع مكان جديد هذا؟ يس مكان جديد الشاطئ، لكن فيه اماكن جديدة. طيب رجعت ذي الكريهة وهذا موجود وهذا هنا. اوكي نفس المكان. طيب خلينا نشوف اذا في اشياء نقدر ناخذها من هنا ولا شيء. معقولة؟ طيب رقينا فوق رقينا فوق. خلنا ناخذ هذه، ناخذ بطيخ. بطيخ ما يمدينا. اوكي يمدينا نزبن في البتاع هذا، وعاء التبرع. عظمة مليئة بقطع اللحم. اوكي في كلب هنا مدينة نسبة. يضايق الكلب الفيل المسكين بنباحه المستمر، لكن خرطوم الفيل قصير للغاية ولا يمكنه امساكه به. ها تقول لي روح جيب الكلب. اوكي تقول لي روح جيب الكلب. طيب شوف شوف شوف. اوكي اوكي شوف هذه هذه شو تسوي؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بسرعة بسرعة جيب هذه جيب هذه. هذه ما زالت نايمة. ارجع 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 بسرعة ارجع بسرعة. اوكي اوكي اوكي. هذه ما تسوي لنا شيء، هذه احسن شيء انها ما تسوي لنا شيء. هذه بتنام ولا لا؟ نامي 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 يا بنت. وش قاعد تسوي ذا؟ قاعد يلبس. نامي انت اخلصي. اي كويس كويس يلا. ان شاء الله اذا نامت ما تسمعنا. اوكي تسمعنا. اوكي حلو حلو اخذنا هذه. بيرجع الكلب صح؟ لا لا لا. بيحط الكلب هناك. طب هذه كم باقي لها؟ يا ساتر بسرعة 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 بسرعة. اوكي اوكي الموضوع صعب يا شباب، موضوع ابدا مو بالسهولة. اوكي هذا نحطه هنا. ليه؟ طيب انا فوق شبكة صيد بها. اوكي ارقرق فوق. لو نحط هذه على مين؟ على ذا يمكن، مع انه ما له دخل. هذا على ذا ما اتوقع. العظمة وش فيه ذا وش فيه؟ نادته بسرعة تقول جيب الكلب جيب الكلب. والله ما ادري صراحة. اوكي هذا جاي الله يستر. كويس. اوه في هذه ما اخذناها، قنفذ البحر. هذه قنفذ البحر ما اخذناها، خلنا ناخذها. هذه عاد معروف مكانها. هذه هنا دايم تكون. يعني هذا مقلب اول، بس نحتاج 1-2-3-4-5-6، 6 مقالب يا الهي. المقلب الاول الحين راح يبلعه. طيب على كذا بسرعة نروح لذاك اذا امدانا. ما ادري شو نسوي، يمكن نعطيه العظمة؟ ما ادري بيشوف بيشوف. تلصق فيه صح؟ يا الله يا عجيز قريح، الله ياخذ ليسك. مقلب وذي تصكنا تصفقنا، الله ياخذها يا شيخ. نسيت انها. نامي نامي يلا يلا، الله ياخذ ليسك. عط عط الكلب. ايوه طيب اوكي. بعدين بعدين ايش المفروض نسوي؟ خلنا نطلع خلنا نطلع دمنا كذا. دقيقة ما قال هذا انه الا والله قال انه ما يقدر. اوكي اوكي اذا جاء الحين بالكلب حقه. شوف الحين قالت روح جيب الكلب. اذا راح بيودي الكلب عند الفيل لانه يزعجه. شوف يضايق الكلب الفيل المسكين. ف اوكي اوه هذا مقلب. حلو حلو بغى يلقم، بس انه مقلب يعتبر. بيوديه عند الفيل الحين، لا بينزل تحت بعدين بيروح عند الفيل. طيب الحين سؤال، بدينا ناخذ ذا اتوقع. يس اخذناه. طيب هذا بدي احط هذا هنا. يب في العلامه، العلامه هذه كوي. بس دقيقه انا وش اللي قاعد اخذه؟ دقيقه اخذنا سكروب. طيب مدينا ناخذ هذا بعد؟ لا
ما نقدر ناخذه. طيب روح عند الكلب الحين. كويس هذه نايمه. خلينا نشوف. طيب مدينا نعدل شيء بس ما ادري شنو مدينا نعدل. اتوقع هذا يمكن. اوكي القم 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 قاعد يتفرج. المشكله تجلد الحين العجوز. يا ساتر قاعد يدور علي بعد غبي. والله طيب ماشي بشويش انا. يا الله ذي تقهر اقسم بالله تقهر. اكثر واحده تقهر اقسم بالله. وين راحت وين راحت؟ او بطق ذاك. بطقه بطقه يطقي يطقي. اي اي حط انا هذه هنا. اوكي اوه طيب سكروب. وشو توقعون لو حسنا بهذا يمكن يطيح عليه؟ اتوقع. طيب لو حسنا هذا لا. طيب تبغى الكلب فبيروح. كويس انا بروح هنا واحط هذه هنا ارجع. فرجعها. شلون لا صدقوني هنا في شيء. بس سكروب نسويه بس ما قدرت اسويه لان ذيك طبت علينا. هي نايمه هذه. لا ما يمدينا نخش. مقلاب مقلقبه بالتاكيد يمكن استخدام اسقاط طائره محلقه. وش طائره محلقه؟ ليه ما اقدر احطها هنا؟ هنا يمكن اضاءه. هناك مصباح معلق فوق كرسي البحر مباشره. سوء الحظ لا يمكن الوصول اليه. تلعب به. اتوقع كذا. اوف 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 عشان كذا حطينا فيه بطيخ. اوكي 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 هذه خلت نام. طيب برجع هنا. صدقوني هذا يمدينا نلعب فيه بسكروب. بس بشويش بشويش بوصل عنده بعدين اضغط. ليه هذا يمكن؟ عشان يزحلق. طيب سكروب ما ادري عاد سكروب. يا الله ذي العجوز. يا الله قاعد امشي مشي عادي. كانت قايمه. يا الله طيب لا هذه بهدلتني صراحه. طيب الحين خلصها بسرعه. شوي نخلصها في وقت قياسي لان عرفنا كل شيء. ناخذ زيت الشمس وبرضه في نفس الوقت نحط هذا هنا. حلو حطه يا حبيبي هنا. خل هذا ياخذ. اوكي لازم ناخذ السكروب اللي ما ادري ايش فايدته صراحه لان الزيت هو اللي نحطه هنا مو السكروب. طيب خلينا ناخذ هذا على الطريق. خلينا نرقى فوق. لا ما يمدينا. اوكي نامت مره ثانيه. كويس يلا راح امشي بشويش بشويش بشويش. حبه 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 حبه. ايه حط هذه هنا. اوكي حلو. ابغى الحين اتوقع انه ما راح ينزل. اوكي نسوي حركتنا بسرعه عشان ما تقوم علينا بنت الذين. حلو طيب انا ابغى اروح لهذه. نروح بسرعه بسرعه امشي اركض. شوفوا هي علامه الموازنه. وازن وازن وازن. اتوقع انه بيجينا. الله يستر لا يجينا. لا 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 بيجينا بس عادي. ناخذ سكروب. اسمع تعوذ من الشيطان. تعوذ من الشيطان. اوكي والله الدرج طويل. كويس الدرج طويل. الحين بيبلع مقلب. اول مقلب حلو خلاص حتى ما يحتاج نشوف الانيميشن. عارفين كل شيء. المضرب وين كان المضرب؟ نسيت يا شباب وين كان المضرب؟ اوه المضرب تحت. اوكي ليتني اخذته قبل شوي نسيت. صدق باخذ زياده. احس 2 في 1 ما ادري ليه. احس هذا لازم يرقى بعدين ينكهربه. ما ينفع كهربه بدون ما احط قنفذ البحر اتوقع. خل تقوم هذه بس وتناديه. حط هذا هنا. حلو ونكسر هذه. 2 في 1 اتوقع يعني. ماني متاكد بس اتوقع يعني ما ادري ليه لانهم قريبين من بعض. اوكي حلو. لا وقف وقف وقف. يمدينا نروح فوق عبال. بس حتى لو رحنا ما الا لا نستفيد. لا وقف ننحشر هنا. الله ياخذ ابليس لين تنام هذه مره ثانيه. حلو حطه عشان يكون مقلب. طيب الحين لازم انزل تحت اخذ المضرب عشان نحطه عند الفيل ويضربه. طيب كويس اوكي كويس الحين ببلع مقلب. طيب احط هذا عند الفيل كذا. ممتاز جدا. يلا الحين عندك مقلب مقلبين 3. نحتاج واحد رابع على اساس نخلص هذه المرحله. اوكي خجل. ايوه زي ما توقعت 2 في 1 لازم هذه. حلو انا اللي مستغرب من هذا. مو معقول اني ما اخذه. طيب عندنا الحين 3 باقي 4 5. نحتاج واحد سادس بس. وش تتوقعون؟ اوكي قاعد تجيب الكلب بيبلع مقلب. كويس اوكي عرفت يا شباب. عرفت هذا هنا نفرغ المسبح. لا
عاد يا فاهي ما لقيت تمشي الا من هنا، مش من تحت. الله اخذنا لنا ذبحة مال امها داعي. نزلنا تحت تكفى تحت تحت، لا ابغى تحت يا اخي. طيب يلا يلا. ما له داعي للموت ابدا ابدا، ما له داعي مره ما له داعي. هذا نفرغ المويه اللي هنا عشان اذا صار نفس المقلب يطيح ويتمقلب مره ثانيه. كويس خلاص كذا بنجيب خمسة. عاد ستة سبعة او مو خمسة، ستة سبعة ثمانية ما ادري كيف بنسويها. شفت كيف فرغنا المويه؟ اوكي اخذناه. بعدين يبدو هنا يمكن. ها اجل وين؟ والله ما حطه هنا، حطه هنا. شوف 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 هذا عشان يلبسه هو. اوكي 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 حلو حلو. شفت كيف يوه يا يروع. طيب هذا بيتصفق. طلع حرة الفيل. طقيه طقيه اي طقيه ايه عض اصابع الندم. يمكن هذا نحطه عند ذيك، بس متى؟ يمكن اذا راحت هنا تطقه لازم اروح انا احطه هناك، لان زي ما نحطه تحت هنا لازم نحطه فوق. ممكن ممكن خلنا ننزل تحت. عموما اوكي شوف هذا مقلب. تسألون كيف مقلب؟ المسبح نفسه مفرغ ما في مويه فيعتبر مقلب. اوكي خلصنا، باقي واحده اللي هي هذه، خلنا ننتظرها احتياطا اذا امداني، مع اني ما اتوقع انه يمديني، ما اتوقع يمديني. لازم الكلب يروح هناك وينضرب. بينضرب مره ثانيه؟ لا ما راح ينضرب مره ثانيه، فما اتوقع يمديني للاسف شباب اني احط في كرسي حقها. ما اتوقع يمدي، يعني لازم اعيد مرحله بالكامل عشان احط هذا قنفذ هناك. يلا الحين راح ناخذ اخر مقلب ونطلع تسعة او مو تسعة، 1 2 3 4 5 6 7، نطلع بسبعة بدل ثمانية. اوكي شوف المقلب يا الله 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 الله. اخر واحدة للاسف ما يمدينا نحطها في اي مكان الا فوق، وهي ما تقوم من مكانها للاسف. لو تقوم كان حطيناها، بس للاسف ما تقوم الا في لحظة واحدة اللي هي الكلب ينضرب فتروح تضرب الولد حقها او الجار نفسه. طيب خلص يا ابوي، ايش اللي يبيعون العمامات؟ عمامات حلو. طيب خلصنا الحين كم؟ خلصنا 20، باقي لنا 15 نجيبها من الثلاثة هذولي. اتوقع اني راح اخليها حلقة قادمة، خلنا نخلص او نحاول نجيب 15 من ذي وذي وذي على اساس نقدر نوصل الحلقة الأخيرة. إذا قدرنا الحلقة الجاية تكون هي الأخيرة، بنشوف ممكن تكون حلقة طويلة، راح نشوف إن شاء الله. إن شاء الله استمتعت بالحلقة هذه، عجبتكم لا تقصرون على اللايكات، اشتركوا بقناة المشتركين، نشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية، السلام عليكم.